ظلت صناعة أشباه الموصلات في تايوان الرائدة في العالم، وشركة ميديا تيك شركة رائدة ومتخصصة في تصميم الدائرة المتكاملة في تايوان، وكانت مدرجة على قائمة الدمج والاستحواذ من شركة تسينخوا يوني جروب في بر الصين الرئيسي. فضلا عن ذلك، ممكن أن نرى مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري عبر المضيق من خلال قيمة المبيعات لموقع تاوباو الإلكتروني الصيني التابع لمجموعة علي بابا، وقد سجلت قيمة المبيعات الإجمالية لموقع تاوباو في العام الجاري 430 مليار دولار تايواني جديد. ويحب أهالي تايوان التسوق على موقع تاوباو، فأصبح موقع تاوباو أكثر شعبية في تايوان. ستكون بيئة استثمار أكثر انفتاحا من خلال التنسيق عبر المضيق، وهذا سيساعدنا على الانضمام للمنظمات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية والآسيان والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. يرى مجتمع الأعمال التايواني أنه يجب أن تعزز تايوان التعاون مع بر الصين الرئيسي لفتح سوق أوسع، ويجب على حكومة تايوان القضاء على العوامل غير المستقرة لمساعدة تجار تايوان على كسب مزيد من الأفضلية في التجارة.